مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدو بشاطئ الساحل عين تاب. قناة شوف تيفي توصلت بمعلومات بأن عدد من الملاهي الليلية كتبقى حالة من بعد الخامسة صباحا. احنا كنتو الساعة فاتنا الخامسة والنصف صباحا، باقي الملاهي حالين. باش نشوفو شكون باقي حال وما كيحترمش قانون الاغلاق في هاد الاثناء. قوم تيقنوش بصح هاد الهضرة اللي توصلنا بيها، واش بصح ولا غير كيف ما كيجي رجال الامن ورجال الوقايه. معلومات خاطئه. قوم مشاهدينا الكرام، ولكن نتوما مشاهدينا الكرام شنو كتشوف؟ شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.